السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصة اليوم إنجاز التمارين حول عفوا دائما مع النصف عفوا ملاحظي أطفال، انظروا إلى الوضعية الأولى أو العملية الأولى. عندنا أربعة يساوي كذا وكذا زائد كذا وكذا. نبحث عن النص هنا. اثنان هو نصف ماذا؟ اثنان هو نصف العدد أربعة. نعم، العدد أربعة. إذا ماذا نكتب في هذه المساواة أو في هذه العملية؟ نعم، أربعة يساوي ماذا؟ اثنان زائد اثنان. نعم، أربعة يساوي اثنان زائد اثنان. إذا اثنان هو نصف العدد أربعة، لأن الأربعة لما قسمناها على اثنين أعطانا مرتين اثنين، اثنان واثنان. أربعة يساوي اثنان واثنان، اثنان زائد اثنان. إذا اثنان هو نصف العدد أربعة. عفوا. إذا فكروا في العملية الثانية. نعم، ننتبه نصحح. ستة يساوي ماذا لما نقسمه على اثنين؟ فيصبح جيد، ثلاثة زائد ثلاثة. إذا لاحظوا، ستة يساوي ثلاثة زائد ثلاثة. إذا ثلاثة هو ماذا نقول؟ ثلاثة جيد، ثلاثة هو نصف العدد ماذا؟ ثلاثة هو نصف العدد ستة. الآن العملية الموالية، أسرع يا أطفال. نعم، ثمانية تساوي ماذا؟ عندما نقسمها إلى مجموعتين تصبح كيف؟ أربعة زائد أربعة. نعم، ثمانية أربعة تساوي أربعة زائد أربعة. إذا أربعة هو نصف العدد ثمانية. أربعة هو نصف ماذا؟ نعم، نصف العدد ثمانية. ننتقل للعملية الموالية. نعم، ننتبه. إذا 12 يساوي ماذا يا أطفال؟ دائما على اثنين. جيد، 12 في 6 زائد 6 مرتين 6. إذا 6 يساوي عفوا 12 في مرتين 6. إذا 6 زائد 6. إذا 12 يساوي 6 زائد 6. إذا 6 ماذا يمثل؟ إذا 6 هو نصف العدد 12. نصف العدد 12. العملية الأخيرة فكروا. نعم، 16 على 2 شطاطينا. نعم، 8 و8. إذا 16 تساوي عفوا 16 يا أطفال تساوي 8. عفوا تساوي 8 زائد 8. عفوا يا أطفال، عفوا، تساوي 16 تساوي 8 زائد 8. إذا 8، عفوا يا أطفال، إذا 8 هو نصف. نعم جيد، هو نصف العدد 16. 8 هو نصف العدد 16. إذا لاحظوا بسرعة، انظروا، أربعة يساوي اثنان زائد اثنان.
إذا اثنان هو نصف العدد أربعة. ستة يساوي ثلاثة زائد ثلاثة، إذا ثلاثة يساوي هو نصف العدد ستة. انظروا ثمانية يساوي أربعة زائد أربعة، فيه مرتين أربعة ثمانية، إذا أربعة هو نصف العدد ثمانية. انظروا اثنى عشر يساوي ستة زائد ستة، يعني فيه مرتين ستة، إذا ستة هو نصف العدد اثنى عشر. ستة عشر هو ثمانية زائد ثمانية، إذا ثمانية، انظروا ثمانية وثمانية، إذا ثمانية هو نصف العدد ستة عشر. نلاحظ التمرين الثاني. لاحظوا الأطفال. انظروا إلى هذه العبارة، هذه الوضعية، أكمل كل عبارة بالعدد المناسب. أكمل كل عبارة بالعدد المناسب. انظروا عندنا ثلاثة هو نصف العدد ماذا؟ كنا نكتبه فيه. جيد، ثلاثة هو نصف العدد ستة. جيد، العدد ستة هو نصف العدد ماذا؟ فكر. نعم، العدد ستة هو نصف العدد اثنى عشر. اثنى عشر، انظروا العدد عشرة هو نصف العدد ماذا؟ أكمل العبارة. نعم، عشرة هو نصف عدد عشرون، لأن عشرة وعشرة يساوي عشرون. إذن ستة هو ضعف العدد ثلاثة، وثلاثة هو نصف العدد ستة. اثنى عشر هو ضعف العدد ستة، وستة هو نصف العدد اثنى عشر. عشرون هو ضعف العدد عشرة، وعشرة هو نصف العدد عشرون. إذا ننتقل إلى الوضعية الموالية. من هذا نحو، انظروا هنا أكملوا العبارة بالعدد المناسب. كذا وكذا هو نصف العدد عشرة. ما هو هذا العدد اللي هو نصف العدد عشرة؟ ممتاز، العدد خمسة هو نصف العدد عشرة. العدد خمسة هو نصف العدد عشرة، وعشرة هو ضعف العدد خمسة. إذن لاحظوا هنا، هذا الأربعة عشر هو ضعف العدد ماذا؟ ممتاز، ضعف العدد سبعة. إذن سبعة هو نصف العدد أربعة عشر. انظروا ثمانية عشر هو ضعف العدد ماذا؟ جيد، تسعة. إذن تسعة هو نصف، تسعة هو نصف العدد ثمانية عشر. إذن لاحظوا، خمسة هو نصف العدد عشرة، سبعة هو نصف العدد أربعة عشر، تسعة هو نصف العدد ثمانية عشر. إذن انتهى، وإلى اللقاء، إلى فرصة أخرى إن شاء الله.